تعال نشوف مع بعض سؤال كده على الهيت او الفايندينج هيت. عايز اطلع الكيو، ازاي اقدر اطلع الكيو؟ السؤال ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ذا سين بيلو، الشكل اللي موجود عندي تحت ده بيقول لي ريبريزنت فيز تشينج اوف ووتر، بيوري لي الفيز تشينج في الووتر. بيقول لي سيلكت داتا فروم ذا بريفيوس تاكست ديسكشن تو فايند الهيت ان كيلو جول. عايز اطلع الهيت ان كيلو جول بدلالة الكلام اللي احنا درسناه من شويه، سواء بقى الريليزد او الابزورب الممتص او الصادر. وين لما يكون عند 24.3 جرام من H2O undergoes this change. تعال نشوف مع بعض الرسم اللي موجود عندي ده. بيقول لي ان عندك كام؟ 24.3 جرام من ايه؟ الووتر. كانوا في درجه حراره كام؟ 85 درجه مئويه. كويس، سخنتهم لحد ما وصلوا لدرجة البويلينج، ووصلنا لدرجة حرارة كام؟ 117. طيب هل أنا لما سخنت من 85 وصلت على طول إلى 117؟ لا، أنا عندي هنا في ستيج تاني، الستيج الأولاني ده الستيج التاني لما أبدأ أوصل من مرحلة إيه؟ الليكويد إلى مرحلة الجاز اللي هي بتبقى ليكويد جاز، اللي هي عند كام؟ 100 ديجري، اللي يبدأ يتعمل له بويلينج، اللي بيكون خالط ما بين إيه؟ الليكويد والجاز، بعد كده يوصل مرحلة ايه؟ الجاز، صح؟ طب تعال نبدأ نحل ونشوف مع بعض. اول حاجة طبعا عندي هنا هو 3 stages، ادي الستيج الاولاني، وادي الستيج التاني، وادي الستيج التالت. الستيج الاولاني لما كنا درجة الحرارة كام؟ عند 85، وكنا في الستيج ده كان ليكويد، بدأنا نرفع درجة الحرارة شوية لحد ما وصلت الى ايه؟ 100 درجة مئوية. عند ال 100 درجة مئوية ديت حصل ان هو اتحول من ليكويد يبقى ليكويد جاز، ومش ستيدي هنا وكده لحد ما وصل للمنطقة ديت وبدأت تعلى فوق ال 100 ديجري لحد ما وصلت لكام؟ ال 117. يبقى اذا عندي هنا 3 درجات حرارة، 85 و100 و117، وعندي 3 ستيجز. هطلع الكيو لكل ستيج من دول، وفي الاخر اطلع التوتال كيو. تعال نبدأ نحل مع بعض. أول حاجة طبعا فاكرين القانون اللي بيكون بيقول لي إيه؟ مش كان بيقول لي الكيو بتساوي الـ N في إيه؟ الهيت كاباسيتي في إيه؟ الدلتا تي، مش كان بيقول لي الكلام ده؟ طيب الـ N اللي هي الأماونت هجيبها إزاي؟ طبعا الـ N اللي هي نمبر أوف مولز. عايز دلوقتي أطلع نمبر أوف مولز لمين؟ للـ H2O. تعالوا نطلع الـ نمبر أوف مولز للـ H2O. Number of moles of H2O مديني كام جرام فوق؟ كان مديني الرقم ده اللي هو 24.3 جرام H2O. هل بالنا اللي داس الكلام ده يرجع لشابتر 2 و3 ويفتكر ازاي بنطلع المولز. طب انا عندي كده، وكل واحد جرام او كل 1 مول من H2O بيديني كام جرام؟ 18.2 جرام H2O، او كل 18.2 جرام H2O بيديني 1 مول. جبنا ازاي طبعا الرقم ده؟ نرجع للبريودك تيبل. فاكرين انا عندي كام H2O؟ عندي 2، ادي 2 H2O في 1، وعندي كمان زائد 1 في 16 يطلع لي 18. 16 طبعا الاكسجينه، عندي اكسجينه واحده واثنين هيدروجين، يبقى عندي 18 بالظبط و2%. حاطين لي فوق وحاطين لي تحت عشان نشيل H2 الجرام هنا مع الجرام هنا، نشيل الاثنين دول مع بعض ونجيب الكالكوليتر ونحسبها. المفروض يطلع لي كم مول؟ ها طلعناه، المفروض يطلع لي كده 1.35 مول H2O. خلاص طلعنا المول هنا، نبدأ نشتغل على الستيج 1، بعد كده الستيج 2، بعد كده الستيج 3. طب الستيج 1 القانون بيقول لي ايه؟ كيو بتساوي الان في الهيت كاباسيتي للووتر في الدلتا تي. الان انا طلعتها نمبر اوف مولز، الهيت كاباسيتي هيديها لي اللي هي قيمتها كده اللي هي كده 75.4 جول على كل ايه؟ مول سلسيوس ديجري. نحط الارقام، كم مول اهو، والهيت كاباسيتي اللي هو الرقم ده في الدلتا تي. فاكرين الدلتا تي كان عندي كام؟ وصلنا ل 100 ناقص ايه؟ 85، صح؟ مش عندي 100 ناقص 85، ده اللي هو الفاينل وده الانيشال اهو. يبقى كده تعال نحطهم مع بعض بالكالكوليتر كده ونحسبهم في خطوه واحده. ها يلا نحسب مع بعض.
مفروض تطلع لي كام؟ اللي هي 1527 ايه؟ جول. لكن هو طلبها بايه؟ بالكيلو جول. يبقى نعمل ايه؟ نقسم على ايه؟ 1000، يطلع لي كده. يبقى اذا عند 1.53 كيلو جول، ده الاستيج الاول. الاستيج الثاني، تعال نشوف في ستيج 2 القانون بيقول لي ايه؟ فاكرين القانون الثاني؟ كيو بتساوي ال ان في الدلتا اتش فابرايزيشن. طب الدلتا اتش فابرايزيشن هاي الدهان، ما تقلقوش اهو قيمتها كده 40.7 كيلو جول على كل 1 مول، والنمبر اوف مولز عند، يبقى الكيو بتساوي ايه؟ نمبر اوف مولز في الدلتا اتش اللي الدهاني فوق، يطلع لي بكام؟ اللي هو 54.9 كيلو جول على مول. طبعا بما ان دهاني بالكيلو جول خلاص مش محتاج احول، جاهزه على طول. نروح للستيج A 3. الستيج 3 نفس القانون اللي احنا استخدمناه في الاول، ان في الهيت كاباسيتي في الدلتا تي، الووتر طبعا في الجاز، هيديني السي ام اللي هي الهيت كاباسيتي للووتر في الجاز، قيمتها 33.1 جول على كل 1 مول، والنمبر اوف مولز عند، يلا نطلعها، هذا المولات في الرقم اللي ادهوني فوق في الدلتا تي. الدلتا تي كام؟ احنا وصلنا ل 117 ماينس كام؟ 100. يبقى انا هو كده يطلع لي التي، طبعا دي التي في اف تي فاينل، ودي التي ايه؟ انيشال. نضربهم مع بعض ونجيب الكالكوليتر. ها حسبناها، يلا مع بعض بالجول. وبما انه طلبها بكيلو جول اقسمها على 1000 طبعا عشان ايه؟ تطلع لي بالكيلو جول. ها خلصت ولا لسه؟ فاكرين كنا قلنا ايه؟ عايزين نطلع الكيو توتال، يبقى نجمع الثلاثة هيت كلهم مع بعض. يبقى اذا التوتال كيو بتساوي الكيو الاولانية زائد الكيو الثانية زائد الكيو الثالثة. يبقى اذا التوتال كيو، التوتال هيت يطلع كام؟ 57.2 كيلو جول. مهم المسألة ديت، لازم نعرفها على شابتر 12.